السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا. يا ترى ايه؟ 3 أيام أجازة متتالية في أسبوعين خلال شهر أكتوبر، تعالوا نتعرف عليها. يشهد شهر أكتوبر المقبل 3 أيام أجازة متتالية في أسبوعين، الأولى بسبب مرور مناسبتين رسميتين، وهما احتفال الدولة بانتصارات حرب أكتوبر، والتانية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تأتي المناسبة الأولى وهي انتصارات حرب أكتوبر يوم الأربع، أما المناسبة التانية فتأتي يوم الثلاث الموافق 19 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وبناء على قرار مجلس الوزارة بترحيل الأجازات التي تأتي وسط الأسبوع إلى يوم الخميس، فيحصل العاملون في مؤسسات الدولة على أجازة رسمية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر، تكون 3 أيام متتالية في الأسبوع الأول من أكتوبر، كما يتم ترحيل أجازة يوم الثلاث الموافق 19 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للخميس الموافق 21 من أكتوبر، لتكون 3 أيام أجازة متتالية. وبذلك يحصل الموظف على 3 أيام أجازة متتالية في أسبوعين خلال شهر أكتوبر. يذكر أن المناسبتين ترفعان رصيد الأجازات في شهر أكتوبر إلى 12 يوم بالراحات الأسبوعية. وصلنا لنهاية الخبر، وأقول لكم برضو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ومنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر. إلى اللقاء.